جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا عن حكم صبغ الشعر، أي تغيير لونه من أسود إلى أشقر أو أحمر. صبغ الشعر وتغيير لونه إنما ورد في تغيير الشيء، قال صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغييره هو الشيء، أما الشعر غير الشيء فإن كان مشوها وخارجا عن المألوف فلا بأس بتغييره بما يتناسب من الألوان. وأما إن كان شعرا ليس مشوها وهو على العادة فلا يجوز تغييره لما في ذلك من العبث والتكلف وربما التشبه بالكافرات، لأن بعض النساء المسلمات إذا رأت صور الكافرات في التلفزيون أو في بعض المسلسلات تحاول أن تحاكي شعورهن ورؤوسهن، هذا يكون من التشبه الممقوت. الحاصل أن تغيير الشعر لون الشعر العادي إلى لون آخر وهو ليس فيه تشويه وليس فيه شيء أن هذا من العبث، والأولى تجنب هذه الأمور. نعم.